فيما عبر رئيس جماعة بني ويفرور عن العجز الحاصل في ميزانية جماعته والذي يمنعه من التخصيص الدعم واعدا بأخذ مشكلتهم بعين الاعتبار في الميزانية القادمة. تاريخ 16 مارس حيث نقل أعضاء المكتب حجم معاناة طلبة أسنان والنوعية في تنقلاتهم صوب الكلية، كما أشار بالتضخم المتوقع خلال اللقاء عن إمكانية مساهمة الجماعة في حل مشكل نقل جامعي، سواء باقتناء حافلة جديدة أو المساهمة في انسياب حافلة مقتنية. إمكانيات متوفرة، كما تحدث عن شروع جماعته في توفير مبلغ 10 ملايين والذي طلب عامل الأكريم من جماعة المجاورة أن توفره كل واحدة على حدة وإضافته لميزانية ستخصص من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل اقتناء حافلة ثانية لفائدة طلبة أصغلان والنواحي. إثناء هاتين الجماعتين لم تتلقى الجمعية ردا من الجماعات الأخرى ولا من المجلس الإقليمي، كما قامت الجمعية بعقد لقاء مع السيد يحيى بوياف رئيس منظمة الإغاثة المغربية بولندا يوم 3 مارس بقاعة الاجتماعات التابعة للفضاء الجمعوي بأسنان، حيث استفسر أعضاء الجمعية خلال اللقاء عن إمكانية مساهمة المنظمة في اقتناء حافلات لفائدة طلبة أسنان والنواحي، وجود خلق أهداف جانبية لمشروع النقل الجامعي متمثلة في خلق فرص الشغل وكذا دعم الطلبة المنتمين لفئات هذا الشأن. كما طلب رئيس المنظمة من جمعية تنظيم لقاء لأبناء الجالية المنتمين للمنطقة المقيمين بالخارج خلال الصيف لخلق تواصل بينهم وبين المنظمة وكذا تحسيسهم بأهمية المساهمة في حل مشكل النقل الجامعي. كما قامت الجمعية بتنسيق مع طلبة باحثين في القانون بتنظيم ندوة علمية تحت عنوان علم المواريث بين الفقه والقانون، وذلك يوم 15 أبريل بالفضاء الجمعوي، قام بتوتيره الخبير في علم الفرائض دكتور ميدا مريش. قاموا بتقديم مساعدات للمكتب الجمعية في عدة أنشطة في وقت واحد. صار 18 مليون قطعه ديري كتب الشارك يعني شن حشت من وصار فوق صفية غرب وخغر العجزية 18 مليون مروار والسنين الاتفاقية قد كيرا من المتن وغادي مبثورة شوية وغادي مبتحانة دير كيرا شهر 6 الدور الغار على ثقبت وهو غار. شكرا. لأنه الاتفاقية مش سلام ومزوى مثل عدد المقاشة منايا يجب أنه المنحة المخصصة من طرف المجلس البلدي للجمعية يعني تنصار في أجل النقل والتفخشة، وبالتالي بمن الشركة من حقه هذه اسم الكيران على أساس أنه ينزيب ويتوصل شاء أحدث الدفعة الأولى للموسم 2016 يعني باش وصلوا من الطلبة وكسبون يعني تبتع سجل وخاصة تكيبو تمارا أغلبية الطلبة هو الخط كعادة وخاصة تكيبو تمارا يستمتع ويكيب الطلبة يقريم يعني الطلبة تغينا اثنين طوبيسات وتغي زرين معاناة تغي تكارا على سبعة صباح حين مدير وغال حسن 8 ونص على سبعة صباح مريا ولا مريا ولا ويزرين شيء المعاناة تدينا
ولكن هذه كثيرة من الإجماع هو العالم المهم مش تسميه المصادقون في الأدبي والبيت المصادقون في الإجماع التقريبين نضع النقطة النقطة الأولية نركبها تلف البلدية الصيانة الصيانة التأمين القانوني الأوراق القانونية المسائل القانونية ولكن شنو تقول شنو تقول من هي واحد توغا ستة توغا نتازي سنتز نتمسلاي مغنية توغا واحد درجة الاتفاقية هي شاف بعد كنيو ما تحب لأن خو شوف ما نكش القرار ما نكش القرار خو وقع الاتفاقية المكتب تغير سبيل خو مهما كان المكتب هذا يوقع الاتفاقية لأن القرار ملزم هو الجمع على سلطة ما رمتش الطرح المحاضرة أخوات زكية ولا حاشية التصل العدد ما تحسين شيء بحاشية ألا أتحسين شيء بحاشية هذا الصعب ما ودي أحد يقبل كان زوج ترى طلب المصادر والسيارة ترى طلب المصادر أتحسين حاشية تحس سيخنز النشط تحس الوقت النشط